برضه في اطار الجماهير، لان الجماهير تستاهل ان هم ياخدوا مننا وقت، كمان وقت كبير جدا. لو نعرف نديكوا وقت اكتر من كده هنديكوا. تعالوا نشوف حاله كانت جميله جدا. مشجع اهلاوي اسمه محمود عبد العليم، محمود عبد العليم في فرحه او في ليله الزفاف بتاعه اصر انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. يعني مش عارف العروسه قبلت ازاي، لكن هو عمل كده. هو اتفق بقى مع العروسه، كان موضوع لازم يعمل كده. محمود عبد العليم لبس التيشيرت وتصور بيه وكان في الفرح بيه، وكانت حاجه جميله جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين. نعرض الصور دي يعني في زفافه متصور بالتيشيرت مع العروسه. ده يعني بيثبت قد ايه الناس بتعشق النادي الاهلي وبينتموا للنادي الاهلي بكل ما يملكه. يعني حاجه جميله جدا، عروسته وراه وتيشيرت الاهلي في ايده. بصراحه محمود يعني انت قلبك جامد جدا. محمود صعيدي من هنا، وكانت لفته طيبه جدا، واحنا دايما بنحاول نعرض لكم الحاجات اللي هي بيعملوها المشجعين الاهلاويين، بيدلوا على حبهم نادي الاهلي وعشقهم نادي الاهلي، وحاجه جميله جدا. واحنا بنحترمكم جدا وبنفتخر بيكم جدا، وفعلا درع امان للنادي الاهلي، وان شاء الله تفضلوا كده على طول.